أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليروك. اليوم راح نكون في المحليات، عندنا موضوعين راح نتحدث فيهم مهمات. أول واحد راح نبدأ فيه ما قاله الملك عبد الله اليوم في افتتاحه للدورة الثالثة للمجلس الحالي، خطاب باعتقادي أنه مهم. سنتحدث ماذا كان فيه، شو الجديد، ما هي المكونات، شو فهمنا منه، لأنه أنتم بتعرفوا مشكلتنا في الأردن أنه ما حدا بيحكي معنا. فلذلك لما الملك يحكي، سواء التقى بإعلاميين، صار حكى على 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 منصة هيئة الأمم، الآن لما يحكي في افتتاح دورة برلمان، باعتقادي أنه بروح للشأن الداخلي، فبصير مهم جدا 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 أن يتحدث رأس الدولة في توقيت الدولة بتحكيش معك، يعني ما حدا بيحكي معك، الحكومة بتحكيش معك. ومع تقديري للاشتباك الأخير اللي كان من الرزاز معنا في أكثر من مناسبة، بدي أروح لخطاب الملك. يعني خليني أشوف زوايا معينة أنا شفتها اليوم في الخطاب، يعني هذا رأيي تحليلي. أنا باعتقادي أنه الملك اليوم تعامل مع بجزء كبير بالخطاب مع ردات فعل، بمعنى رد فعل على ما يجري في الساحة الأردنية، رد فعل على ما يجري من تصريحات، رد فعل على السوشيال ميديا، رد فعل على معارضة الخارج. كل هذا اليوم كان جزء غير يسير في خطاب الملك وللأمانة. ولذلك مثلا الملك قال لا تظلموا الأردن، إذن في حدا بيحكي إنه في ناس بتحكي على الأردن. حكى لا داعي للتشكيك، لا داعي لجلد الذات، يعني مثلا هاي من العبارات التي قيلت اليوم، وباعتقادي هذا بيأكد، طبعا راح أجي على المضامين الرئيسية في الخطاب، بيأكد إنه جزء من خطاب الملك اليوم جاء استجابة ردة فعله. هذا مش سيء، يعني أنا مش من الناس، أنا من الناس اللي بحبش يكون في خطاب لرأس الدولة ردة فعل على ما يجري، بحب إنه يكون في شيء جديد ومرحلة جديدة ويبسط في هم جديد، مشروع جديد ولغة جديدة وخطة. إحنا في الدولة الأردنية ما عندنا خطة، عندنا عموميات تحلق في السماء، لكن ما عندنا خطة. لكن الملك اليوم معناته بيستمع للذي يجري في الداخل، وهذا جيد. الملك اليوم جاء بأمور باعتقادي أنها جديدة، يعني لأول مرة بشكل تعميمي واضح في خطاب مهم أمام مجلس الأمة، الملك يقول أن هناك أخطاء في إدارة الدولة. حلو. وإنه أخطاء في التعامل مع تحديات المرحلة الجديدة. جميل. شو بدنا أحسن منه؟ أتمنى أن ينتقل ذلك إلى التنفيذيين اللي بيديروا الدولة الأردنية، الباقي كله، الحكومة، مجلس النواب، السلطات، الأجهزة، الكل يفهم أنه في أخطاء. إذن خلينا نطلع من حالة الإنكار، خلينا نطلع من حالة تمام يا فندم كله تمام. لا، الملك رأس الدولة اليوم بيقول في أخطاء، صح عمل معها متلازمة أنه بلاش نجلد الذات ونشكك، لكن بيحكي أنه في أخطاء. وما دام في أخطاء في الدولة، أنا باعتقادي أنه هذا يستحق المحاسبة ويستحق التقييم ويستحق التقويم بعد ذلك، ويستحق أن نبدأ بداية مختلفة. لذلك الخطاب اليوم قال في أخطاء في إدارة الدولة الأردنية. جميل، هذا شيء جيد. أيضا من الأشياء اللي حكاها الملك ولفتت نظري، يعني في الخطاب أشياء كثيرة قد تكون يعني مهمة أو قد تكون يعني ما أدركتها، لكن في شيء مهم جدا اليوم، إن الملك قال لقد فشلت الإدارة التقليدية للاقتصاد. طب مين هم الإدارة التقليدية؟ هنا أنا يعني التبس عليه الأمر، ماذا يقصد الملك بالنهج التقليدي في إدارة الاقتصاد فشل وانتهى؟ طيب أنا بحاول أفهم منه، ما أدركتش، ما حاولت، ما كان في كلام واضح إنه مين هو. لكن لو بدي أقول من أدار الاقتصاد الأردني في الفترات الماضية، يعني أول شيء وصفات صندوق النقد، هل قصد الملك أن وصفات صندوق النقد فشلت علينا أن نتوقف؟ سؤال استفهامي، ما بعرف. هل قصد الملك النيوليبرالي والكمبرادور اللي إجونا وأداروا الاقتصاد وكانوا قريبين من القصر وموجودين في الديوان وفي الحكومة؟ هل قصد الملك أولئك الذين تولوا وزارات التخطيط سين وصاد وعين وأسماء كثيرة خططت وفشلت؟ هل قصد الملك البيروقراطية الأردنية التقليدية؟ هل قصد الملك من؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، يعني خلنا ما نحلقش، لأنه كلمة مهمة ووازنة وثقيلة حينما يقول الملك فشل النهج الاقتصادي القديم.
علينا أن نبدأ من جديد، صح ولا مش صح؟ فشل كلمة مهمة. زمان حتى آخر لقاء للملك بذكر قبل سنة مع الإعلاميين كان يتم الحديث عن عدوا أصابعكم، واحد اللاجئين سبب الفشل الاقتصادي اللي ضغطوا على خدمات الدولة، اثنين الأزمات الإقليمية المحيطة فينا، ثلاثة إذا بدك تحفر أعمق كانوا يتحدثوا عن الأزمة المالية العالمية، أربعة عن الظرف اللي بتحيط المنطقة والقضية الفلسطينية. كان في محاولة للخروج من الذات إلى الخارج، إلى نظرية العوامل الخارجية كلها مجتمع أسباب. لكن اليوم الملك فوكسه كان فشلت الإدارة التقليدية للاقتصاد. وترى على فكرة هذا بعطي دعم للرزاز، وخلينا ننتبه، الملك اليوم بيحكي فشلت الإدارة التقليدية للاقتصاد. أنا ما عرفت مين هي وما عرفها الملك وما وضحها، لكن هل كل النهج السابق فشل؟ أم يقصد الملك نهج جديد، منطق جديد، الانتقال من دولة الرعاية إلى الرعوية إلى دولة الإنتاج اللي هو مقاربة عمر الرزاز؟ هل أقنع الملك في هذه المقاربة؟ هل يتبناها الملك؟ برضو ما كانش واضح، ما كانش الأمور واضحة. لكن الإشي اللي عجبني أنه اللي أداروا الاقتصاد فشلوا، مين ما كانوا يكونوا؟ كلهم، وصفات صندوق النقد، الحكومات السابقة، النيو ليبرالي، الكمبرادور اللي يجي علينا بالباراشوتات، أداء البيروقراطية الأردني، كله فشل، فشل نهج قديم. بطلنا نحكي والله اللاجئين السوريين يتحملوا كل المسؤولية، واو حتى آخر خطاب لعمر الرزاز حمل جزء من العوامل الخارجية مسؤولية فشل الاقتصاد. اليوم الملك بيحكي عن في فشل في الإدارة التقليدية، إذا لابد من إدارة غير تقليدية خلاقة مبدعة. مين هي الرزاز بيحملها؟ والله ما بعرف، بقدرش أجاوبكو، لكن أنا دائما بحذر من الانتقال من دولة الرعاية والرعوية، سياسيا بحذر، إلى دولة الإنتاج إلا بعد ما تعمل إنتاج، يعني تقطعش من الناس نص الطريق، يعني اعمل إنتاج، قطاعات إنتاجية. ولذلك الملك اليوم حكى عن مجموعة قطاعات، حكى عن الزراعة، يوم خطاب الملك تحدث فيه عن الزراعة وهذا شيء جميل. هل سنبدأ نرى قطاع إنتاجي في الزراعة؟ وعلى فكرة الملك اليوم حكى عن أربع أشياء رئيسية، محاور رئيسية للدولة الأردنية، حكى عن سيادة القانون، وحكى عن خليني أتذكر، وحكى أيضا أن الأردن الإنسان، وحكى عن الرسالة، وحكى عن قضية رابعة مش مذكرها. طيب إذا قصة اللي أداروا الاقتصاد تقليدين فشلوا، أنا شخصيا ما عرفتش مين هم، لذلك حكيت لكم مين هم اللي أداروا الاقتصاد مين بقصدوا فيه، لكن مبسوط انه بطلنا نحكي نجيب الشماعة تبعت لاجئين، ازمة مالية عالمية، ضغوطات على القضية الفلسطينية، الظرف الاقليمي، الارهاب، بطلنا صرنا نحكي الان في فشل في الادارة وهذا الشيء جميل. وقبلها حكى الملك في بداية الكلمة ان هناك اخطاء في الادارة، الخروج من حالة الانكار معناته بدنا مشروع جديد ولغة جديدة ومنطق جديد. ايضا اليوم الملك تحدث عن الفساد فقال لا نريد ولا نسمح أن يصل الفساد إلى مرض مزمن. والله كويس، معني أنا بشوف أنه قرب يكون مرض مزمن، خاصة الفساد الصغير والفساد الكبير والحماية السياسية. والملك اليوم قال أثق أو قال أن الذين يحاربون الفساد اللي هم أجهزة الدولة الرقابية، يعني منطقي، يعني بدناش اللي حارب الفساد والرحاد خارج القانون، القصاص ثلاث، أمير ومأمور ومحتال، ما بصيرش، لازم مؤسسات الدولة تحميها، بس بدها شغل، والله بدها شغل. طب مين اللي هرب مطيعي معناته، اللي هرب فلان وعلانتان وكذا، وين أجهزة الدولة؟ أجهزة الدولة لابد أن تكون وأن تشتغل بشكل صحيح. ولذلك رجعنا نحكي عن الثنائية، الملك قال بدنا الفساد ما يصيرش مرض مزمن، وبنفس الوقت يقول لا للتشكيك، وما حكاش اليوم اختيال الشخصية، الملك ما استخدمش هذا المصطلح، إنما قال لا للتشكيك ولا يعني الجلد الذات، جلد الذات عبارة أخرى لما إجت صيغة الفساد. أنا اللي خايف منه يعني أنا اللي خايف منه إنه الناس تفهم التنفيذيين إنه ركزوا على اللي بيشككوا وعملوا لهم قانون جرائم إلكترونية وبنسوا مكافحة الفساد. يعني أحيانا لما يأتي الملك بالثنائية بجوز هو قصده التوازن، إنك تتوازن بين القضيتين، بين قضية انك ما تختال الشخصية وما تشككش وما تجلدش الذات وما تسقفش بالبلد وهذا كلام جيد، ولا حارب الفساد وما تخلوش واقسم ظهره وكذا، يعني عبارتين متوازنتين. انا اللي خايف اللي بيفهموش التوازن، بيفهموش اللي بالنص، بيفهموش الميزان، ولذلك يعني بروحوا باتجاه انه لا بدنا نكمم الافواه. اخشى احيانا ان تكون المقاربة بهذا الشكل أو بهذه القسوة أو بهذه اللغة، لكن أنا بعرفش، هذه الثنائيات بدها تفكيك وتركيب، وأتمنى أن يتم علاجها. الملك اليوم أيضا تحدث
في خطابه بشكل واضح عن قصة الدولة الحازمة العادلة. وعلى فكرة هذا يعني مسألة مهمة، دولة حازمة عادلة، دولة حازمة عادلة، أنا مع أن تكون الدولة حازمة في تطبيق العدالة، بدنا شغل حتى نصل إلى الدولة الحازمة العادلة، بدنا شغل. يعني بدنا في البداية الناس اللي بخاطبهم الملك هذولا يكون ولا واحد فيهم ولا واحدة وصل عن طريق المال السياسي ولا المال الأسود، بدنا قوانين وتشريعات وأداء تنفيذي يوصل لمرحلة عادلة، لأنه في أشياء كثيرة مش عادلة بدها شغل. الانتقال من النظري للعملي بده شغل، وهذه مسألة أيضا أتمنى أن يتم إسقاطها على الواقع. سيادة القانون الملك ركز عليه بشكل كبير، سيادة القانون، دولة سيادة القانون، سيادة القانون. وباعتقادي أنه إذا وصلنا لمرحلة أنه نركز، دليل على أنه يعني الملك لما ركز على سيادة القانون كثير كثير معناته إحنا الدولة، الملك شايف أنه في إشي فيش في سيادة القانون، في 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 مشاكل في سيادة القانون، يعني بدنا نطبق هاي القضية. بدي أختم بالحديث عن الملك. أكثر كلمة تكررت اليوم راصد حلل خطاب الملك وقالوا أن أكثر كلمة تكررت اليوم هي كلمة الدولة. يعني الملك اليوم أكثر كلمة حكاها في الخطاب الدولي، ولو بدي أفسر ليش بحكي لكم ليش. لأنه في خوف على الدولة، في خوف على مفهوم الدولة، لأنه العصبيات والجهويات والجماعات الفرعية والحارات والعشائر بدأت تتقدم على الدولة، أو بدأت يعني واضح جدا هيبة الدولة يعني في أكثر من مكان وزمان، يعني تعرضت لاختبارات واختبارات مهمة وتحديات كبيرة. لذلك الهويات الفرعية لما تبدأ تظهر وتنضج وتتقدم، يعني باعتقادي أنه مدعاة أنه الملك رأس الدولة يحكي أكثر كلمة في الخطاب، أكثر كلمة تكررت كلمة الدولة. فهويات فرعية، الملك يستشعر القلق والخطر فيتحدث عن الدولة في حديث مكثف اليوم. وحكيت لكم حسب راصد أكثر كلمة تكررت اليوم كلمة الدولة. ولذلك الآن الملك حكى خطابه، لازم يشتغلوا عاد على قصة هيبة الدولة ومكانة الدولة. ونتمنى أن يتم إسقاط النظري على العملي، يتمنى أن يفهم التنفيذيين من كلام الملك التوازن بين العبارات، محاربة فساد وعدم اغتيال شخصية. مش يفهم أنه بدي عاقب اللي بيغتالوا الشخصية أو اللي بده يصرح أو اللي بده يتهم الاتهامات وينسى قصة مكافحة الفساد. لا بصبطش، بدك تتوازن، في ميزان بالنص، خذه تأخذ إيش الجهة اللي بدك إياها. وأتمنى أنه بعض العبارات اللي بحاجة إلى فهم إن نفهمها، زي قصة النهج التقليدي اللي فشل في إدارة البلد. بدي أكتفي بالحديث عن خطاب الملك، أنتقل بكم إلى موضوع آخر ليس بعيدا عن الدولة الأردنية، إنه التعديل الأخير الذي جرى على الحكومة. وأنا حكيت في مرة من المرات إنه التعديل مش مطلب شعبي، مش مهتمين فيه الناس ولا راح ينتبهوا له، يعني أكثر إشي ممكن ينتبهوا له يتهكموا عليه ويحكوا إنه ما فرقش. ما برضو التعديل من الحكومة، يعني مثلا في من تقدير عمر الرزاز بيقولوا لك يعني أنت بتجيب أصدقاء، على فكرة رئيس الوزراء هو النهج، يعني هو صاحب الخطة بالحكومة، يعني جاب أصدقائه، جاب المهم هذا فريقه، هو مسؤول عنه بالأخير عن أخطائه عشان تكونوا بالصورة. أنا ضد فكرة أنك تقول له أنك جبتهم كلهم من البنك الأهلي أو جبتهم من الجريدة الفلانية أو جبتهم من المكان الفلاني، هو الفريق اللي بيرتاح له جيبه إن شاء الله بيجيبهم كلهم من حارته، لكن في الأخير هو مسؤول عنه. وعلى فكرة عمر الرزاز بيختارش كل الوزراء، يعني وفي ترتيب معين، هو رولز جوردن، من يشكل الحكومة ومن، يعني في اعتبارات كثيرة جهوية وسياسية وكثير تفصيلات كثيرة ومؤسسات تتدخل، يعني مش. لكن التعديل أنا شخصيا بجوز ما يعجبش البعض بشوفه معقول، يعني كنا نقول له يا عمر الرزاز ما في فريقك سياسي، جاب محمد أبو رمان شخص مثقف يبث للطبقة الوسطى ثقافيا ومسيس، وبجوز كان لجنة حوار وطني في قصة قانون الانتخاب ممكن يساهم في الحوارات اللي راح تصير على قانون الانتخاب. ما فيش بالحكومة مسيسين يا جماعة الخير، يعني موسى المعايطة، وموسى المعايطة شوي مؤدلج على مسيس، يعني بنحاز هون وهون، لكن مسيس بالأخير، يعني بارك أبو يمين برضو كويس، بصير بالفريق شوية اقتصادية. اثنين، جاب ناس بيعززوا نهجه الإصلاحي، يعني أنا مع عودة تلهوني لوزارة العدل، كان عنده مشروع وخليه يكمله. لذلك أنا مش شايف إنه في مشكلة، التعديل مش فارق، مش رح يغير النهج. الناس فكر هسا إذا أنتم بتتوقعوا من التعديل إنه التعديل يعمل تغيير على الحكومة، الحكومة تساوي عمر الرزاز، الحكومة تساوي عقل عمر الرزاز، الحكومة تساوي نهج عمر الرزاز، الحكومة تساوي ماذا يريد عمر الرزاز.
الحكومة تساوي قوة عمر الرزاز أمام المرجعيات واستقلاليته وهامشه وقديش ماخذ بابن الولاية العامة. لذلك هو مرات بيعمل بالتعديل مش مرتاح لوزير أو بيجيب وزير انفرض عليه بيجيب وزير من جماعته، وكل ما جاب من جماعته أنا برأيي أحسن، برأيي أحسن حتى يفهم عليه ويتفاهموا ووصلونا لمرحلة تكون معقولة وجيد. لكن في النهاية خلينا أكون معكم صريح، التعديل معقول، ضم بعض الأشخاص المعقولين، لكنه حكم مش مطلب أردني ولا مطلب شعبي، وناس مش مهتمة فيه ومش راح يقلب الحكومة رأسا على عقب ولا راح يغير النهج. مشروع عمر الرزاز لازال واضح المعالم، تمرير قانون الضريبة ثم بعد ذلك سنكتشف عن كل ما قالوا موسميا من مشاريع إصلاح في حينه. أكتفي بالحديث عن هذين الملفين، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود بعد ذلك لمواصلة ملفات أخرى متعددة ومتنوعة في استديو اليرموك.